باشمهندسين عاملين ايه؟ ده فيديو صغير كده عن الموبايل ديزاين بفلاتر. في خلال الفيديو دي ده هنمشي مع بعضينا خلال فلاتر ابليكيشن، هنكريته مع بعض. هنعدي على كومبوننتس اساسيه هتحتاجوا تستخدموها في التاسك بتاع بكره ان شاء الله. في البدايه عشان تقدروا تشتغلوا معايا في الفيديو ده كويس، فانتم ممكن تسطبوا فلاتر عندكم على الجهاز، هتخشوا على اللينك اللي هنا ده وهيكون سابه لكم في الديسكريبشن. ده هتلاقي الحاجات اللي انت مطلوب تعملها عشان تحمل فلاتر، هتنزل الاس دي كي، وما تنساش بعد كده تابديت الباس عندك وتضيف فلاتر. هتلاقي فيديوهات كتيره شرح الموضوع ده بتفاصيل اكتر يعني. وهتسطبوا اندرويد ستوديو برضو، وتسطب الاس دي كي بتاع الموبايل اللي معاه غالبا، او لو هتستخدم ايميليتور فهو هيتسطب برضو معاه. غالبا الويندوز سيت اب ده مش هتحتاجوه، يعني اهم حاجه جزء الموبايل وجزء الفلاتر اس دي كي. ممكن نستخدم الويب عادي، وانت مجرد ما هيكون عندك كروم فجزء الويب هيكون شغال من غير اي حاجه، فده ممكن تستخدمه لو حصل معاك مشاكل استخدام الموبايل يعني. انا مسطب كل حاجه عندي، انتوا تحاولوا تسطبوها معاكم، وفي اللاب بكره هتكون متسطبه برضو. بس يعني تستفيدوا برضو لو حاولتوا تعملوا الحاجات بيدكم النهاردة. أنا هستخدم VS Code، ده اللي كنا بنستخدمه في الـ HTML. عايز تستخدم الأندرويد ستوديو براحتك عادي. يعني أول حاجة تتأكد منها بس إن أنت لما بتكتب Flutter إن الباس بيرزولف معاك. صفدنا كل حاجة وكله تمام. أول حاجة محتاجين نعرفها هي الـ Flutter CLI. دي Command Line Tool اللي بنقدر نتحكم فيها سواء من كاريت بروجكت أو بنشوف الـ Environment عندنا أو كده. فأول Command محتاجين نعرفها هي Flutter Doctor. دي وظيفتها إن هي بتشوف الـ Setup عندك، بتتأكد إن الحاجات كلها متسطبة، يعني مثلا تأكد ان الاندرويد الاس دي كي متسطبة وموجودة في الباس تمام، برضه تأكد حاجات تبع الويب لو هتشتغل ويندوز وهكذا. احنا بشكل اساسي احنا هنكون عايزين الاندرويد تول تشين دي. غالبا لو انت لسه مسطب هيطلب منك انك توافق على اللايسنس او كده، وهتحتاج برضو اندرويد ستوديو عشان تقدر تحمل الاس دي كي الفيرجن اللي هتشتغل عليها. احنا الكود هنكتبه غالبا في اس كود، فبرضه هتحتاج ان الاوبشن ده يكون تشيكت معاك. والمعمل هيكون متجهز معاكم وممكن تشتغلوا باندرويد ستوديو على طول. وانا سطبت الاس دي كي والمفروض الدنيا هتكون تمام يعني. هنجرب مثلا نكريت بروجكت جديد ونسميه تريننج. ده كده هيعمل فولدر جديد هيحمل الديبندنسي المطلوبه. كريت لان بروجكت اهوت، هنخش عليه نفتح فيس كود تمام ماشي. طيب احنا ايه بقى الفولدرات اللي اتعملت عندنا دي؟ اول حاجه هيكون كل اوبريتنج سيستم اللي احنا بنستخدمه كتارجت هيكون ليه فولدر يكون فيه الكونفيجريشن بتاعته، زي مثلا الاندرويد هنا، الاي او اس، لينكس، ماك او اس، والويب وهكذا. configuration ازاي؟ يعني مثلا لو عايز تغير حاجة معينة في لتارجت معين، يعني مثلا اندرويد غالبا هتحتاجوا ان انتوا تضيفوا البلوتوز، فدي هتلاقوها مثلا جوه سورس مين الاندرويد manifest، هتحتاج تضيف هنا البرميشن، وهتلاقيها في التوتوريال مثلا بتاع اللايبرري اللي هتستخدمها. احيانا بتحتاج تغير التارجت اس دي كي، مثلا تشتغل اندرويد 7 اندرويد 8 او هكذا، دي هتلاقيها مثلا في البيلد جرادل وهكذا وهكذا برضو بالنسبه لباقي الاوبريتنج سيستمز. اهم حاجه عندنا فولدر بتاع اللايبرري، ده اللي بيكون فيه الكود بقى بتاعنا. عندنا هنلاقي كريت لنا شويه حاجات هنا، يعني دول ممكن نشيلهم خالص تمام. المين تو دارت ده هيبقى الانتري بوينت بتاعتنا. هي دارت هي لغه برمجه قريبه شويه من الجافا،
يعني غالبا هتكونوا فاهمينها، يعني اغلب السينتاكس بتاعتها. احنا عندنا البرنامج اللي هو بلغة دارت بيبدأ زي بالسي بلس بلس، بيكون عندنا مين فانكشن ويكون جوه الكود بتاعنا. يعني مثلا هنعمل print hello world، هغير بس التارجت هنا نخليه الاندرويد بتاعنا، هنعمل run. تمام، وغالبا اول run بياخد وقت شوية، بس بعد كده في عندنا حاجة اسمها الهوت ريلود، ده بيخلي اي تعديل في الكود يرفلكت على الابليكيشن على طول من غير ما يقعد يطول الوقت بتاع الرننج ده. تمام، ده الاميليتور فتح معايا اهو. تمام، وطبعا هنا مش هيظهر حاجة معانا في الابليكيشن نفسه، بس احنا عملنا برنت فطبعت في الكونسول هنا. تمام، طيب احنا كده شفنا برنت مطبوع عندنا في الكونسول هيت. بس احنا عايزين بقى نشوف حاجة في اليو اي فعلا في الابليكيشن اللي احنا عاملينه. طيب عشان نعمل كده نحتاج الاول هنعمل امبورت حاجة بتوفرها لنا فلاتر اسمها الماتيريال. الماتيريال دوت دارت دي فيها البريمتيف كومبوننتس اللي هنقدر نستخدمها. بريمتيف كومبوننتس يعني ايه؟ ممكن نشبههم شوية بالتاجز اللي استخدمناها في ال HTML قبل كده. احنا هنا بنسميهم ويدجت، مش تاجز او كومبوننت، يكون اسمها ويدجت. هيكون عندي ويدجت مثلا اعرف فيها تكست، ويدجت للايمج، حتى للستايلنج اللي اوت بعمل كولوم بعمل رو وهكذا. عشان نعرض اي ويدجت من الويدجتس دي بنادي على الفانكشن اسمها ران اب، ودي بتاخد الويدجت بتاعتنا. فانا هديها مثلا تكست هلو. لو جينا نعمل ران الحاجة زي كده هنلاقي هيطلع لنا ايرور صغير، بس بيقول لنا ان التكست ويدجت دي بتكون محتاجة دايركشن. فببساطة بس هنضيف لها الدايركشن، نلاقي حاجة اسمها تكست دايركشن، ده اللي هو ليفت تو رايت او رايت تو ليفت، اللي هو عشان اللغة اللي انت شغال عليها يعني. ريفريش. ماشي، احتاجنا بس نعمل ريلود هنا عشان الايرور اللي كان موجود. لو لاحظنا في الابلكيشن نلاقي مكتوب هلو وورلد فوق صغيره هنا اهي، وهنلاقي في وورنينج طالع لنا بيقول لنا استخدم كونستنت مع الكونستراكتور. طيب ايه بقى ده وايه ده؟ اول حاجه بالنسبه للجزء الوورنينج بتاع الكونستنت، لو فاكرين في الجافا احنا لما كنا بننادي على اي كونستراكتور كنا بننادي على قبليه على نيو. نيو دي اللي كانت بتكريت، بتنادي على الكونستراكتور وتكريت اوبجكت منه. احنا هنا في دارت بتوفر لنا كيورد تانية شبه نيو اسمها كونست، دي بتخلي الكومبايلر يكون عارف ان ده كونستراكتور وبيحجز له المكان بتاعه في وقت الكومبايليشن، فده بيسرع البرفورمانس معانا. يعني هتقدروا تعتبروها زي نيو عشان بس نادي على الكونستراكتور، ومش هنقدر نستخدمها مع كل الكونستراكتورز برضو، ان هي بتتطلب ان كل الحاجات اللي جوه تبقى كونستنت او على الاقل تقدر تتحسب في الكومبايليشن تايم. تاني جزئيه معانا ان الهلو وورلد ظاهره فوق، عايزين نخليها تظهر في النص مثلا. هنلاقي في ويدجت اسمها سنتر، السنتر دي بتاخد حاجه اسمها تشايلد، ده التشايلد اللي هو هيتحط جواها. هناخد التكست بتاعتنا اللي كنا عاملينها وهنضيف لها الكونستنت كيورد، وادم حطيت كونست هنا فهو بيأسيوم برضو ان الشايلد هنا كونست، مش محتاج تحطها تاني. انت هتلاقي في وورنينج يقول لك ان هي unnecessary اصلا، هو عارف ان دي كونست برضو. هنظبط البراكتس بتاعتنا، ناقص بس سيمي كولون هنا. لو عملنا ران تاني هنلاقيها اللور اللي ظهرت معانا. طيب هنعمل ايه تاني؟ احنا دلوقتي هنبص شوية على التكست. لو فاكرين في ال HTML احنا كان التكست بيبقى عندنا heading 1 و heading 2، تكست كبير وصغير وبولد وسترايك وحاجات كتيرة كده. عايزين نعمل ده برضو هنا. احنا لو بصينا على ال constructor بتاع تكست نفسه هنلاقيه بياخد حاجات كتير، بياخد تكست align مثلا بتاع right و left وهكذا، direction اللي احنا لسه مستخدمينها، بياخدوا style دي اللي هنقدر نغير بيها السايز، هنقدر نغير بيها اللون بتاع التكست، هنقدر نغير بيها كل حاجة تخص التكست يعني.
طيب قلنا هنعمل ايه؟ هنغير السايز بتاعنا، فاحنا هنستخدم الستايل دي، بتاخد حاجة اسمها تكست ستايل. تكست ستايل دي بقى بتاخد كل الحاجات اللي احنا عايزينها، فونت سايز، كولر، وهكذا. فاحنا هنعمل كولر، ندي على الكونستراكتور بتاع الكولر ده، برضو موجود في فلاتر فروم ار جي بي. لو عملنا ران هنا بقى التكست معانا احمر. ممكن بقى حاجات كتير، ممكن نغير السايز مثلا بتاعه، فون سايز خليه 40 مثلا، نغير حاجات الديكوريشن مثلا، ممكن نحط خط تحتيه مثلا، هيبقى تكست ديكوريشن دوت اندرلاين. ممكن الاسترايك برضو تتعمل من هنا، هنلاقي في الديكوريشن في لاين ثرو، دي بتدينا الاسترايك اللي كنا بنعملها في ال HTML. وممكن نغير اللون بتاع الديكوريشن دي، ده ممكن مثلا نديله color برضو from RGB، نخليه مثلا أخضر. طيب احنا كده عارضين تكست واحد، مثلا احنا عايزين نعرض كذا حاجة تحت بعضيها، فهنلاقي في ويدجت برضو عندنا تانية اسمها كولوم، نقدر نستخدمها جوه سنتر هنا. هنادي على كولوم، دي بتاخد بقى مش شايلد واحد، بتاخد شيلدرن، دي عبارة عن ليست. نظبط الأقواس بتاعتنا بس، وده مش كونستنت، يعني احنا هنا بنكريت ليست، فهنشيل الكونستنت اللي كانت موجودة فوق دي، وهي الليست كلها كونستنت أصلا. عملنا بقى كولوم، عايزين نضيف كذا حاجة، هنستخدم مثلا التكست اللي كنا كاتبينه ده، ونعمل واحد تاني في الـ document. عملنا ريفريش، نلاقي ظهر اتنين هالو وورلد الظاهرين فوق، فنلاقي الكولوم بياخد حاجة اسمها اكسس الاينمنت، ده مثلا على الواي اكسس هنا مثلا انا عايز الحاجات تظهر في النص، فبديله الاينمنت سنتر. لو عملنا ريفريش هينقول لنا بس الحاجات هنا في السنتر. تمام. تعالوا بقى، تعالوا نعمل حاجات مختلفة. يعني مثلا هنخلي أول واحد ده هنعتبره الهيدنج، مش الديكوريشن بتاع الاسترايك. تاني واحد ده أنا مثلا هعتبره كان هيدنج تاني بس أصغر شوية. ممكن أعمل واحد تاني أحط فيه الاسترايك اللي كان موجود ده. وخلي الكلر أحمر زي ما كان، خلي الكلر أخضر أسف زي ما كان. تمام. نظبط الأقواس بتاعتنا، ريفريش بقى ظاهر عندنا اهوت، أول تكست اللي هو الفونت بتاع 40، والتاني ال 30، والتاني اللي فيه سترايك. طيب ما نقدرش احنا نعمل الويدجتس بتاعتنا، يعني احنا كل مرة هنقعد نزود حاجة، أنا بس عايز مثلا أغير الكلام اللي مكتوب، يعني ده عايز أسميه هيدر 1 بس، وده عايز أسميه هيدر 2، وده عايز أسميه هيدر وذ سترايك. هيدر تو سترايك مقدرش، محتاج ان انا اقعد اعيد الكلام ده في كل مره. لا، هنلاقي بقى عندنا اوبشن ان احنا نعمل ويدجت بايدينا باستخدام البريمتيف ويدجتس الموجوده دي للماتيريال اللي بيوفرها لنا. فاول نوع من الويدجتس اللي ممكن نعملها حاجه اسمها ستيتلس ويدجت. دي ويدجت الجزء الستيت ده هنفهمه شويه لما نبص على الستيتفول ويدجت، بس الفكره ان الحاجات اللي جواها ثابته، يعني هي مثلا ممكن تاخد منك انبوت وهتعرضه، انما غالبا الفاليوز اللي جواها مش هتتغير. فتعالوا مثلا هنعمل ويدجت للهيدنج. اي ويدجت عندنا بتبقى عباره عن كلاس، فاحنا مثلا هنكريت كلاس هنسميه هيدنج 1، ده محتاجين نكستند من حاجه اسمها ستيتلس ويدجت. ستيتلس ويدجت دي بنحتاج نوفررايد فانكشن اسمها بيلد. بيلد دي لازم ترجع ويدجت، بستخدم البريمتيفز اللي موجودة عندي وبحط فيها الحاجة اللي أنا عايز أرجعها. يعني أنا مثلا هنا هرجع التكست اللي أنا كنت بجيبه فوق دي، ده هرجعه من البيلد ده اللي هو كنت عامل فيه سايز 30، نفس الألوان نفس كل حاجة. ناقص بس هنا بما ان ده كل حاجه كونستنت، هنقول ان ده كونستنت ونستخدم الهيدنج دي هنا.
محتاج برضو ان انا اعرف constructor، فانا هعرف constant constructor heading 1 بياخد حاجة اسمها key بيبصيها للسوبر بتاعه. وهنا برضو هنقدر نباصي البارامتر التانية اللي عايزين نديها للheading 1. لو عملنا refresh احنا كده عندنا شلنا التكست وحطينا الheading 1 بتاعنا، نلاقي طبعا مفيش حاجة اتغيرت ان هو هو، بس السايز احنا كنا نقول 40 ماشي. انا عايز بقى، انا مش عايز تكست ثابت، انا عايز كل مرة اديله التكست اللي انا عايزه. فانا هعرف في الستيت بتاعته حاجة اسمها data، التايب بتاعها string، وهخليها تبقى input هنا required. ولا انا بكون حاططهم في كل brackets دولت، معناه ان انا ببصيهم ببارامتر زي الشكل ده، لو بكتب style column والحاجة نفسها. فانا الheading 1 هبصيله الداتا بتاعتي واقول مثلا hello heading 1. محتاجين بس نغير هنا ونحط الداتا بقى اللي احنا كتبناها. لا بقاش كونست طبعا، لان احنا كده الداتا بقت متغيره، فالتكست ستايل هو الكونستنت بس. تمام، كتب لنا هلو هيدنج 1. تعالوا نعمل برضو هيدنج 2، يبقى زيه بالظبط بس السايز مثلا 30، نسميه هيدنج 2، نعدل اسم الكونستراكتور ونستخدمه هنا، وهدي له برضو داتا هلو هيدنج 2. طيب كده احنا عرفنا ازاي هنعمل الـ stateless constructor، وعملنا heading 1 و heading 2 وده الـ output بتاعنا هوت. قبل ما نخش بقى على stateful، في حاجة عايز اوريها لكم الاول. لو فاكرين ان احنا لما كنا بنعمل text كنا بنديله حاجة اسمها text direction left to right، هنلاقي بقى الـ components بتوع material بتحتاج برضو حاجات زي كده. يعني مثلا لما لو استخدمنا list view هنلاقيها محتاجة حاجة فوقيها اسمها material عشان تديها ال direction بتاع ال scrolling. لو استخدمنا button هنلاقي برضو محتاج direction وهو مش بياخد direction بشكل مباشر. ففي حاجة بقى حلل ده كله، ان احنا بنستخدم حاجة اسمها material app. ال material app ده بنخليه هو الروت بتاعنا، وبيكون جواه كل الكومبوننتس بتاعتنا. غالبا بنكون معرفين الماتيريال اب في المين، ويبقى الباقي الحاجات بتاعتنا في ويدجت تانية لوحدها. فاحنا هنا هنعمل اول حاجة ستيتلس ويدجت، هنسميها كونتنت، بتكستند من الستيتلس ويدجت او في اس كود. لو كتبنا ستيتلس على طول بنلاقيه بيروح مللنا الكود ده على طول، اللي هو بيعمل لنا كونستراكتور ويكتب لنا البيلد وكده. قلنا هنسميها كونتنت، البيلد بتاعنا هنخليه ريتيرن الحاجات اللي كانت جوه السنتر دي. وفي الران اب بدل بقى ما هنرجع الكونتنت دي ده، هنرجع حاجه اسمها ماتيريال اب. الماتيريال اب ده بيكون جواه هوم، هنحط جواه كومبوننت اسمه سكافولد، ده بيكون فيه الاب بار الجزء اللي هو بيبان لفوق هنا، وبيكون فيه البودي بتاعنا اللي احنا هنحط فيه الكونتنت. ممكن نشيل الكالرز اللي حطها هنا، ده كونستنت وده برضو كونستنت عشان الورنينج. لو عملنا ريفرش كده وكده هنلاقيه حتى ان هو خد السيم بتاع الموبايل، يعني الموبايل كان واخد سيم ابيض فخلى الابلكيشن بنفس السيم بتاعنا، وبيحط الشكل العادي اللي هو بتاع اي ابلكيشن. ممكن دي نخليها هلو تريننج. طيب نرجع بقى اللي كنا فيه، ان احنا كنا هنا عايزين نعمل ستيتفول ويدجت عند الاسترايك، بحيث ان احنا لما ندوس عليها يروح شايل الاسترايك دي ده، لما ندوس تاني يروح مرجعه. عشان نعمل ستيتفول ويدجت فاحنا بنحتاج نعرف اثنين كلاسز. اول واحد بينهرت من stateful widget، ده هنسميه strike. في ال stateful widget انا مش بعمل implement للبيلد زي ما كنت بعمل في ال stateless، انا هنا بعمل override لfunction تانية اسمها create state. يعني ممكن نكتبها بالsyntax اللي احنا عارفينه، بيبقى فيه function اسمها create state
الفانكشن دي بترجع داتا تايب ستيت من الستيت في الويدجت بتاعتنا اللي هو نفس الويدجت نفسها. وانا لسه هعرف بقى الكلاس الستيت اللي احنا هنرجعه ده. فاحنا بنعرف كلاس بنسميه اسم نفس الاسم بتاعنا بنزود له كلمه ستيت وبي اكستند الستيت من الستيت في الويدجت، تمام؟ وده هنخليه هو الريتيرن اللي هيرجع هنا في الكرييت ستيت. طيب ايه لازمه بقى ليه فكره الكلاسين دولت؟ لو فاكرين فوق ان احنا دايما كنا بنفضل ان احنا نحط كونستنت قبل كل ويدجت بنكون حاطينها. ده قلنا عشان بيرفورمانس، وكمان فلاتر بيحتاج الموضوع ده عشان يبيلد التري بتاعته اللي بيكون فيها الكومبوننتس كلها. فبيكون محتاج ان الويدجت تكون التايب بتاعها اميوتابل. عشان كده بنعرف الستيت في الويدجت ده اللي بيحط فيه الميتا داتا بتاعته اللي هي مش بتتغير. وفي الكلاس اللي فيه الستيت دي ده احنا بنحط بقى الفاليوز بتاعتنا اللي احنا هنعوز نغيرها بعد كده، ويكون فيها البيلد فانكشن اللي هو هينادي عليها مع كل تغيير، تمام؟ احنا في البيلد بتاعنا هنا قلنا هنرجع التكست عادي، التكست اللي هو كان فيه سترايك ولحد دلوقتي كونستنت. وهنا برضو محتاجين نفس الكونستراكتور اللي بيكون واخد الكي كيو بينادي على السوبر بتاعه. طيب احنا لو رنين على كده وحطينا هنا السترايك بتاعنا، ماشي، نخليه ياخد ديتا برضو عشان نقدر نعرضها. طبعا احنا زي ما بنقول هنا لازم تكون كل حاجات كونستنت، فبنستخدم الفاينل مع الديتا. الديتا هي بتبقى الديتا اللي بتبصلنا في الكونستراكتور، ما ينفعش نعدل فيها. هي حاجه هنعدل فيها هتبقى عند الستيت هنا. احنا لو عملنا ريفريش على كده فاحنا عمليا ما غيرناش حاجه، احنا حطينا بس الحاجات جوه كلاس تاني اللي هي كلاس تاني بيكريت كلاس تالت، وحطينا فيه نفس التكست بتاعنا. عايزين بقى نخليه انتراكتيف. طيب هنعمل ايه؟ بدل ما هنستخدم التكست ده ممكن نستخدم بوتون بحيث ان احنا لما ندوس عليه يروح مغير التكست اللي جواه. فاحنا هنستخدم حاجه اسمها تكست بوتون. تكست بوتون ده بياخد امبريس دي فانكشن وبياخد الشال بتاعه اللي احنا هنديله هنا التكست بتاعنا. طيب والامبريس دي برضو هنحتاج نعرفها هنا امبريس، اللي هي دلوقتي نحط الامبلمنتيشن بعدين. وجزء الاسترايكنج بقى هنعرف بوليان نسميه is strike the internal equal false، ونخلي الديكوريشن بيتحدد على اساس البوليان ده. فلو ال is strike true اعمل لي line through، لو false هنعمل text decoration dot none. ماشي، لو عملنا run عند كده فا is strike false، فلما هيروح على decoration هيروح عند النون، فالسترايك بتاعتنا اتشالت اهي. عايزين بقى نخليها تظهر وتختفي، فاحنا قلنا هنخليها لما يدوس عليها. طيب فهنجي عند الامبريس دي ده، وعايزين نغير الفاليو بتاع is strike. لو عملنا كده مثلا هنحطها بعكس الفاليو بتاعتها، ده بيعمل نوت، فلو دخل له true هيرجع false والعكس. هنلاقي ان مش هيحصل اي حاجه، احنا بندوس برضو بندوس اهوت مش بيحصل اي حاجه. ليه بقى كده؟ فلاتر مش بيكون متابع الفاليوز بتاعتنا على طول، وبيكون محتاجك ان انت تقول له ان انا هغير فاليو، فيقدر يشوف البيلد تري بتاعته يشوف ايه اللي اتغير ويعمل له ريندر تاني. فعشان كده بنحتاج ان احنا لو في اي تغيير عندنا بننادي على حاجه اسمها سيت ستيت، ودي بنديها فانكشن يكون فيها الحاجه اللي احنا نغيرها. احنا هنا نغير is strike دي. لو عملنا save و run تاني دلوقتي بندوس اهوت هنلاقي عمل strike على التكست بتاعنا. فهي الفكرة ان احنا اي تغييرة لازم ننادي عليها جوه set state. ودي لو ما شفتوش السينتاكس ده قبل كده، ده عبارة عن anonymous function،
يعني سيت ستيت دي بتاخد فانكشن، فاحنا هنا بنعرف الفانكشن في نفس الوقت. يعني كاننا مثلا يعني انت لو عامل فانكشن عاديه دو سامثينج وحطيت فيها الحاجات دي، فانت كان ممكن تدي السيت ستيت اسم الفانكشن دي. فالفكره بس ان احنا مش بنديها اسم خالص، وبنديها تعريف الفانكشن بس البادي بتاعها. تمام كده احنا شفنا الستيتفول وشفنا الستيتلس ويدجت والاثنين شغالين تمام. دلوقتي هنبص على الفورم وهنحاول نعمل فورم صغيره، بحيث ان احنا هنكتب تكست وندوس على زرار يروح ظاهر لنا التكست ده تحت. انتوا بعد كده ممكن تستخدموا نفس الفورم دي ان انتوا مثلا لما تدوس على الزرار يعمل سكان للبلوتوث ديفايس ويحاول يدور على الجهاز التاني بتاعك ويبعت له فاليو معين، او تكون عامل كونكشن من الاول والزرار ده مثلا يبعت الفاليو بس. اول حاجة احنا ممكن نقلل الدنيا هنا شوية، نشيل الحاجة اللي مش عايزينها، نشيل الـ heading 2 ده ونشيل الـ strike ده، خلي الـ heading 1 نستخدمه كتايتل مثلا، سميه form example. طيب الفورم بتاعتنا مثلا هنعملها في class جديد هنسميها my custom form مثلا. احنا غالبا هنحتاج نخليها stateful widget، بس احنا هنبدأ في الاول نخليها stateless وبعد كده نحولها لما نحتاجها. نعمل الconstructor بتاعنا الاول constant، بعد كده ن override ال build function، نترجع widget. طيب احنا هنا هنرجع ايه بقى؟ هنتعرف على كومبوننت جديد اسمه تكست فورم فيلد. تكست فورم فيلد ده شبيه بالانبوت اللي شفناه قبل كده في ال HTML، بس بيكون ظاهر بس تكست فوق بيعبر عن الليبل بتاعه. فاحنا بنديله ديكوريشن، بنحط فيه تكست انبوت ديكوريشن، وبنحط فيه الليبل اللي عايزين نعرضه. الليبل هنا ده عبارة عن تكست ويدجت زي اللي عملناها كتير قبل كده. هنكتب جواها كلمة مسج، نستخدم بقى الفورم بتاعتنا، هنستخدمها هنا نحطها تحت الهيدنج ده مثلا. لو عملنا فريش هنلاقي اهو ظهر لنا انبوت، لو دوسنا عليه بيفتح الكيبورد وكلمة مسج بتبقى موجودة فوق صغيرة. ممكن نديها برضو ستايل هنا بحيث ان احنا نكبر الفونت، نخليه 30 برضو، والكالر نخليه مثلا لون اسود عادي. تمام كده لو شلنا التكست من هنا والفورم بتفتح معانا. تاني حاجة عايزين نضيف بوتون معانا هنا، فاحنا بدل ما هنرجع التكست فورم نرجع مثلا كولوم ونحط فيه البوتون. في شورت كات في اس كود هنا حلو، لو دوست كنترول دوت وانت موجود عند اي ويدجت بتلاقي ظهر لك لسته كده بحاجات ممكن تعملها. مثلا تعمل راب، راب ده يعني تحطه جواه. فاحنا مثلا هنعمل راب وذ كولوم، فراح عمل لنا كولوم وحط children وراح حاطط الويدجت بتاعتنا جواها. احنا عايزين ايه تاني؟ عايزين غير دي ده غير التكست فورم فيلد عايزين نعمل بوتون. ممكن نستخدم التكست بوتون اللي استخدمناه من شوية، وفي ويدجت تانية أحسن اسمها elevated button شكلها أحسن. يعني elevated button ده نفس الحاجة، بياخد برضو تكست هنسمي submit، بياخد الفانكشن بتاع onPress. لحد دلوقتي مش هنعمل فيها حاجة، تعالوا نعرض كده اللي ظهر لنا. ماشي هنديله بس برضو style، خلي التكست كبير. احنا لو خدتوا بالكم ان احنا هنا بنعرف constructor، احنا ممكن ناخده بره اصلا، عرف final text big text ونديله constructor بتاعنا. احنا بنحط فيه السايز وبنحط فيه اللون. والtype بتاعه هيبقى text style.
هنستخدم بيج تكست في المكانين اللي كنا عايزينهم هنا وعند البوت. عند البوتوم بس بنحتاج ننادي على حاجة اسمها style from، ودي بتاخد style بتاع text. البوتوم بيكون فيه styles تانية، وهنا بس بيقول لنا warning صغير ان احنا نحط الشايلد في الاخر دايما، وان احنا ما نعملش print، مش عايزين print ده اصلا. تمام كده، نعمل refresh، البوتون بتاعنا بقى كبير والمسج كبيرة وكله تمام. الخطوة اللي بعد كده، عايزين لما ندوس على سبميت يروح ظاهر بوكس كده تحت يكون مكتوب فيه مسج والمسج بتاعتنا. طيب احنا كده محتاجين نقرا الفاليو بتاع التكست فورم فيلد ده. طب دي هنقراها ازاي؟ محتاجين حاجة بتتغير كده، بقى عندنا ستيت. فاحنا الكاستم فورم بتاعتنا بدل ما هي كانت stateless widget هنخليها stateful widget، والبيلد بتاعتنا دي كده هنشيلها ونعمل مكانها create state، ونعرف my custom form state، اللي هي بت extend state my custom form، ونحط فيها البيلد اللي كانت معانا. والبيج ديكس ده هنحتاجه معانا تحت. طيب كده احنا حاول ثانية واحدة. طيب ونخلي بس هنا الداتا تايب state my custom form، هي مش تفرق، هو بس كان طلع warning عشان كنا بنستخدم private class كداتا تايب. نرجع تاني هنا، احنا عايزين بقى نحط state لإيه؟ احنا عايزين نحط ستيت للفاليو اللي هتتكتب جوه المسج هنا. فبنستخدم حاجه اسمها فيلد كنترول. طيب فاحنا بدل ما بنقعد نعمل مثلا تكست سترينج تكست، ومثلا كل ما الفاليو تتغير نحاول نابديت السترينج دي ده في الست ستيت بتاعتنا، ففلوتر بيوفر لنا حاجه اسمها كنترولر، تسميه مسج كنترولر مثلا. equal text editing controller، وكل اللي بنعمله ان احنا بنباصي الكنترولر ده للتكست فورم فيلد بتاعنا، له كنترولر اسمه الكنترولر ده كده جوه البوتون. احنا لو جينا نستخدم الكنترولر ده نقدر بقى نعمل اوبريشنز عليه، نقدر نجيب الفاليو بتاعته، نقدر نمسح اللي مكتوب فيه وهكذا، يعني بنلاقي اوبشنز كتير معانا. احنا هنا عايزين بس الفاليو بتاعته، والفاليو دي احنا لسه ما عملناش كومبوننت اللي هنعرضه فيها، فحاليا بس هنعمل لها برنت مثلا. تمام، نعمل سيف على كده، نفتح الديباج كونسول بتاعتنا. احنا بنقرا الفاليو من دوت تكست مش دوت فاليو. تعالوا نكتب اي حاجه هنا، لو دوسنا سبميت، معلش هو التكست هنا بيجي من دوت تكست مش دوت فاليو، فلو كتبنا اي تكست معانا هنا اهوت دوسنا سبميت هنلاقي بيطبع التكست بتاعنا. طيب احنا كنا عايزين نعرض التكست يبقى هنا، فاحنا هنعمل بره الفورم بقى، فهنعمل تحت البوتوم بتاعنا ده هنعمل، ممكن نستخدم الهيدنج اللي احنا كنا كاتبينه ونديله الداتا بتاعتنا، هتبقى المسج كنترولر دوت تكست. طبعا انتوا عارفين كده احنا لو عملنا ريفرش، فاحنا هنا لو كتبنا حاجه مش هيحصل اي حاجه حتى لو دوسنا على الزرار. ان قلنا زي ما قلنا فلوتر مش بيعرف ان الحاجه اتغيرت، ومش هيغير اي حاجه في المعروض غير لما بتنادي على السيت ستيت. فكل محتاجين ان احنا لما ندوس مثلا على الزرار هننادي على السيت ستيت بتاعتنا، ومش محتاجين نديها اي حاجه، محتاجين بس ننادي عليها عشان يعرف ان في فاليوز اتغيرت. لو عملنا ريلود الابلكيشن هنكتب اي حاجه هنا، بعد كده ندوس سبميت، فنادى على السيت ستيت بتاعتنا، راجع التغييرات هيلاقي ان الكنترولر في حاجات اتغيرت، راح عرض الفاليو بتاعتنا. تمام، التاسك بتاعتكم بقى يا شباب هي حاجه بسيطه جدا، انا عايز تكست وعايز بوتون تحتيه،
ولما ادوس على البوتون دي ده هيروح مغير الفاليو اللي موجوده جوه التكست ده ما بين اون وما بين اوف. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا لكم.